حياكم الله من جديد مشاهدينا. يشعر الإنسان بسعادة غامرة عندما يحقق نجاحا وإنجازات خاصة، فكيف عندما يكون هذا الإنجاز فيه مساعدة للآخرين وتحقيق أهدافهم؟ اليوم مشاهدينا حنتعرف على فريق قصة نجاح التطوعي من خلال مستشار هذا الفريق الأستاذ مقبول العلياني. حياك الله معنا أستاذ مقبول. حياك الله سامي جدا، مساك بالخير وعلى السادة المشاهدين، وانت بألف صحة وسلامة، عساك من عوادة بإذن الرحمن. جميعا أستاذ مقبول، يعني حدثنا عن هذا الفريق التطوعي، يعني من أجمل الأعمال التطوعية الإنسانية اللي هي تقدم من غير مقابل، فماذا تحدثنا عن هذا الفريق؟ بداية نتكلم عن يعني تأسيس الفريق من سنتين تقريبا، بتاريخ 26/11 بالضبط 2015. الفريق يحوي أكثر من 150 متطوع متطوعة. ما يميز هذا الفريق عن غيره من الفرق اللي هي المواهب والإمكانيات الموجودة في متطوعين الفريق. عندنا مجموعة من الرسامين، عندنا مجموعة من المصورين، عندنا منتجين، أيضا عندنا موديل، فرق استعراضية، مقدمين مسرح. الفريق بكل تأكيد الأهداف تتغير مع الوقت، بعد رؤية 2030 أصبح من ضمن أهداف الفريق مساندة الدولة في زيادة عدد المتطوعين إلى 1 مليون متطوع. من ضمن أهداف هذا الفريق دعم أعضاء الفريق نفسهم بحيث يكونوا متمكنين من المهارات اللي يمتلكونها، أيضا دعم شرائح مختلفة من المجتمع بتقديم دورات سواء في التصوير سواء في الرسم في أي مهارة يمتلكها أعضاء الفريق. ما شاء الله. لنتحدث عن، كان لكم مبادرة جميلة في شهر رمضان المبارك، وهي مبادرة عمارة. ماذا تحدثنا عن هذه المبادرة؟ مبادرة عمارة، احنا في هذه المبادرة استهدفنا حي الفيصلية. هذا الحي يعني خلينا نكون شفاف نوعا ما، شبه منسي. هذا الحي سمعته قديما يعني مش ولا بد، الحي تغير تماما. احنا لمسنا هذا التغيير من سنة تقريبا، احنا متواصلين مع مركز التنمية في الحي. من اي ناحية سمعته مو ولا بد؟ والله يعني من ناحية الأمنية نوعا ما. اي من ناحية أوكي. الأمنية لعل الأغلب يعرف حي الفيصلية. الوضع الآن تغير أستاذ مجدولين، يعني في الحي أكثر من 40 امرأة حافظ القرآن، سكان الحي أكثر من 10 شباب حافظين القرآن. فتواصلنا مع الأستاذ فادي مهيريس مدير مركز التنمية ومسي عليه بالخير، وعلى الأستاذ سعود دواس، فلمسنا في الحي التغيير. في الحي الآن أرض خصبة، وهذه لعلها دعاية للشركات، ما شاء الله، المنحة. أرض خصبة للتغيير وللبرامج، فإننا نصنع هناك برامج ونغير الحي لعله تنتشر هذا التغيير في الأحياء المجاورة لهذا الحي. إيش هو نوع البرامج المقدمة في هذا الحي؟ إحنا إلى الآن أول مبادرة سويناها اللي مبادرة عمارة، اللي هي ترميم منازل في الحي. الحي يعني ترميم المنازل. نعم، ترميم ما شاء الله تبارك الرحمن، جميل. يعني خلنا نقول فيها فقر، مو محتاجين. فقر. فقر، نعم. أيوة. بعض المنازل ما فيها سقف. ما في مطبخ، الأغراض على الأرض، يعني بدائيات الحياة الإنسان الكريمة ما هي موجودة في الحي. جانا دعم قبل رمضان من أحفاد الأمير تركي بن عبد العزيز رحمه الله، جزاهم الله خير والله يعطيهم العافية، ولا زال متواصل معنا، وأيضا وعدونا بدعم يعني زيادة عن الدعم اللي وصلنا، جزاهم الله خير. فرممنا كذا بيت وشاركنا في مسابقة موبايلي للأعمال التطوعية، وإن شاء الله نكون الأول أو الثاني. وهنا أيضا بهذه المناسبة دعيني أن أستغل هذه الفرصة وأسوق أيضا الفريق قصة نجاح. احنا راح يكون عندنا ان شاء الله مبلغ بسيط من 80 إلى 100 ألف، فانا ادعو الشركات المانحه، الشركات المساهمه، أيوه، المؤسسات، ان ندخل معهم شراكه بحيث هذا المبلغ انه يكون فيما بعد دخل للفريق لاستمراريه برامجه. البرامج تحديدا لهذا، لمبادره عماره اللي هو ترميم المنازل القديمه. اي نعم، في الحي. لهذا ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق في هذا البرنامج. جميل، ان شاء الله. طيب حدثني ايضا استاذ مقبول، يعني حدثنا عن اكثر عن انجازات هذا الفريق التطوعي الانساني. قصه نجاح يعني نفذ اكثر من 25 عمل. ما شاء الله. كان بدايتها منذ متى تأسس هذا الفريق؟ من 2015. من 2015. أول مبادرة كانت بعد بشهرين في يناير 2016. ما شاء الله. الحمد لله، كانت أول مبادرة فرحة إجازة استهدفنا فيها أيتام جمعية إنسان، نفذناها في العثيم مول فرع الربوة. وبهذه المناسبة أشكر مؤسسة العثيم الخيرية متمثلة في الأستاذ صالح بن عبد العزيز العثيم مدير المسؤولية الاجتماعية، قدم لنا تسهيلات كثيرة، لنا والفرق كثير تطوعية، من هدايا ومن وجبات ومن مسرح للأيتام. للأيتام طبعا. ما شاء الله، فلكلهم كل الشكر والامتنان. وحنا طبعا بدورنا بالتأكيد بنشكرهم من خلال هذا البرنامج، يعني نشكرهم وبنشكركم أيضا. الله يعني أيضا كانت لكم زيارة جميلة وإنسانية لدار المسنين.
حدثني عن هذه الزيارة وهذه التجربة، وكيف كان تفاعل المسنين بوجودكم معهم؟ الدار احنا كانت زيارتنا لهم في رمضان وقت الإفطار. حقيقة أشكر الدار وقائمين عليها الأمانة، شغل جبار وقوي، وأشكر الأستاذ عبد الحماد مدير الأنشطة في الدار. الآباء هناك يعني حاجتهم أبعد من الأكل ومن الشرب ومن الهدايا. أيوة. هم صراحة يعني أحوج من أطفالنا إلى الرحمة، إلى التودد، إلى الاسترضاء، إلى الرفق، إلى الرحمة، يعني إلى الصبر، إلى التضحية. يعني هؤلاء الآباء يعني الشخص إذا وصل إلى مرحلة من العمر يبدأ في تناقص، راحت هيبتهم، راحت مناصبهم، راحت يعني بعضهم لعل هناك منسي. فحاجاتهم ليست أكل وليست شرب وليست يعني هدايا ولا أي شيء من هالجانب نهائيا، وليست يعني أشياء مادية. يبغون الكلمة الطيبة، يبغون الرفق، يبغون الحب، يعني الأمان عليهم بكل تأكيد. يعني فأنا أقول أنا سلام على كبار المسنين وسلام على من يدعم ويبادر كبار المسنين. طب في كثير كان من المسنين في دار الرعاية كان مثلا عندهم أولاد ما بيسألوا عنهم، مثلا يجحدوا أبائهم، كان في من هذا النوع؟ يعني ما بتفكروا مثلا بوجود مثلا اب مثلا عنده اولاد مثلا شباب اولاد وبنات وما بيسالوا عن ابوهم مثلا؟ هل تواصلتم مع دار الرعايه بخصوص هذا الموضوع لتساعدوا هذا الاب المسكين، انك انت تحاول مثلا تكلم ولده او بنته مثلا المفروض انه انتم ترعوا ابوكم مثلا، او يزوروه على الاقل يعطوه الحب الحنان العطف؟ حقيقة نحاول نتجنب بعض الاسئله المباشره للاباء، لان يعني ربما يكون جرح لهم. يجرحهم. اي نعم. يعني الدار ما شاء الله عليهم قائمين على أكمل وجه. بعض في موقف صار هناك لأحد المتطوعين معنا لما شاف المسن الأب شاف الولد هذا ناداه وحضنه وبكى، إيش في؟ قال هذا يشبه ولدي. فكان صراحة منظر جدا عجيب، حتى الناس استصعبنا نسأله وين ابنك. جدا راح يكون سؤال جدا صعب ووقع يعني قوي على الأب. إحنا بالنسبة لنا سؤال سهل وممكن يكون بديهي أصلا، وين أبائهم؟ يعني قبل يمكن فترة حائل محتفلين انه ما عندهم دار مسنين. انا اتمنى ان يجي يوم من الايام ما يكون في اي دار مسنين في المملكه العربيه السعوديه، ويبقون هذول الاباء مع اهاليهم في البيوت. اي باذن الله. يعني هذا البر. احد الاشخاص هناك ابو راشد الله يذكره بالخير يتكلم عن الماضي الجميل، يتكلم انه كان لاعب في نادي النصر وانجازاته في نادي النصر ومثل المنتخب السعودي ولعبه في الكويت، فعندهم يعني ماضي جميل. جلسوا يتكلموا معاكم؟ طبعا مبسوط. كانوا سعيدين بوجودكم؟ طبعا بكل تأكيد. هل مثلا سألكم انتم مين او طبعا ولا بتعرفوهم على انفسكم؟ احنا نعرفهم على انفسنا والدار يعرفونهم اللي احنا جايين، ونقول احنا جينا بس نجلس معكم نسولف معكم ونلعب ونستانس، وكانوا جدا مبسوطين فينا صراحه، حتى ما كانوا يبغون نطلع بس عاد يا عمري كانوا سعيدين بهذه الزياره. طبعا سعداء، احتياجاتهم ما اكل وشرب سلم الدنيا ابدا. أكيد. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الأعمال التطوعية، الفرقة التطوعية دائما بتمد يد العون للآخرين، بتساعدهم، تزرع الابتسامة والبهجة والسرور. بكل تأكيد شبابنا فيه الخير، شبابنا معطاء، عندهم طاقات، عندهم أفكار. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن. يحتاجون بس إلى بعض التوجيه، يحتاجون بعض الدعم، يحتاجون مظلات رسمية، يحتاجون بعض الدورات، بعض البرامج اللي تثقفهم، اللي يعني تساعدهم أيضا في صناعة برامج. الآن بعض الشركات تطلب منك أو مؤسسات برامج. انا كمتطوع مثلا عمري 20 او 21 سنه، يعني اكثر الفئات عندنا من 19 18 الى 25 طلبه، كيف تبغاني افكر لك في خطه استراتيجيه، في خطه تنفيذيه، وانت ما قدمت للدورات البسيطه اللي ممكن تعطيني مفاتيح هذه الخطط، وثم تطلب مني برنامج وتقول لي ورا الفرقه التطوعيه مو جالسه تسوي برامج. طيب انت لما تشوف الفرقه التطوعيه كلهم شباب، كلهم طلاب جامعه، بديهي انه ما يقدر يسوي لك بعض الاشياء، لأن ما وفرت له لا البرامج ولا الدورات اللي تخليه يفكر كيف ممكن يصنع لك برنامج. الافكار موجوده ولكن تحتاج الى بلوره، على اساس تبلورها لابد ورش عمل. الى بلوره ودعم. بكل تاكيد. عشان تبلورها تحتاج الى ورش عمل، تحتاج الى مختصين. ولكن اكثر البرامج يعني معلش ما يزعل الاخوان المتطوعين او في هذا المجال، اكثر برامج للقاده. القادة هم اللي يسوونها. القادة والقادة على الأصابع في هذا المجال أحيانا. في قادة كثير لكن على مستوى المملكة. لكن كم عددكم أستاذ مقبول في هذا الفريق؟ في قصة نجاح أكثر من 150 متطوع. 150 متطوع؟ أكثر من 150 متطوع. ما شاء الله تبارك. برنامج عمارة أضفنا أكثر من 60 متطوع. ما شاء الله. الناس لما نزلوا الميدان صراحة وشافوا العمل وشافوا إيش كثر السعادة اللي بيقدمونها للمجتمع، الكل يبغى يشارك. طب هذا جميل. يعني ما بدأ أهمية ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع عندنا؟
والله في ثقافة الحمد لله، يعني تغير وضع عن أول، البرامج كثيرة، الفعاليات كثيرة، يعني مواقع التواصل الاجتماعي تنشر كل المبادرات، فوصلت الثقافة إلى كل منزل بكل تأكيد. وكثير من الشباب فعلا والفتيات يحبوا أنه يتوجهوا إلى الأعمال التطوعية، يمكن كلنا شفناهم في رمضان، في شهر رمضان في الشوارع كيف يوزعوا الوجبات. صحيح. إفطار صائم. أستاذ مقبول، يعني هل هنالك شروط معينة مثلا للانضمام لفريق قصة نجاح التطوعي؟ يعني استاذ مجدولين، يعني بوجهه نظرك هل العمل الخيري يحتاج لشروط وضوابط وشهادات؟ ما هو حسب ما انتم، ما يحتاج، ما يحتاج. لا طبعا، اي شخص ولا أي عمر شخص معين ابدا، بالعكس الراحل في الكبير قبل الصغير بكل تاكيد طبعا. لان في احيانا يعني بعض الاعمال التطوعيه اللي انا بستضيف مجموعات مثلا او قائدهم بيقول مثلا في شروط معينه ان يكون مثلا كفؤ ومؤهل لاداء هذا العمل. كيف اعرف انه كفؤ ومؤهل؟ هل في جهه ممكن تعطيه سيره ذاتيه؟ ممكن في جهه تعطيه مثلا شهاده حسن سيره وسلوك من خلال مثلاً؟ مقابله شخصيه مثلا؟ بكل تاكيد، يعني احيانا بعض المهام تختلف. مثلا انت تبغى لك شخص مثلا مصور، اكيد تبغى شرط يكون تصوير مصور. تبغى شخص في المونتاج، شخص يكون مونتاج مثلا. تحتاج الى مثلا متطوع يضع لك خطه استراتيجيه، اكيد بيجيب لك شخص عنده هذه المهاره او شهاده او خبره. لكن بشكل عام ما عندنا احنا اي اشكاليه ابدا. طيب كيف مثلا اذا اي شخص يريد ان يلتحق بفريق قصه نجاح التطوعي، عن اي طريق؟ موجود رابط الفريق في حساب الفريق في تويتر، موجود رابط التسجيل، موجود بامكان السجل. نعم. طيب لنتحدث اكثر عن اكثر انجاز حققه فريق قصه نجاح التطوعي وفعلا ترك اثر في نفسك، ما هو؟ هو مبادره عماره صراحه. يعني احنا كنا نطلع بعد الفجر للوقت في رمضان، في الليل صعبه، وبعد الظهر كان الجو حار والناس يعني مشغوله في الافطار وكذا، فكنا نطلع بعد صلاه الفجر مباشره في مكان تجمع وننطلق للحي. طبعا احنا متعاونين مع مركز التنميه، عندنا قائمه بالبيوت احنا بنروح لها بنسوي البيوت القديمه او البيوت قديمة اللي مثلا الفقيره. الفقيره بكل تاكيد، بيوت قديمه وفقيره، فاحنا عندنا قائمه، فعندنا فريق عمل متوزع، في ناس حصر المنازل، في مجموعة لكتابة الاحتياجات، في قسم مشتريات بيروح يشترينا الأغراض، في قسم لا للترميم، نضرب بويا، نركب مكيف، نركب ثلاجة، ما شاء الله. بكل تأكيد يعني فكانت صراحة يعني حتى أثرها على المتطوعين شيء لا يعقل، لدرجة أن يعني بعد رمضان الفريق قالوا إحنا خلاص لازم نوقف الفترة هذه ولازم نعيد صياغة هذه المبادرة، لأن المبادرة كبرت صراحة. احنا يعني كان في على بالنا المبادره بتكون يعني مش ولا بد، لكن المبادره فعلا كبرت، الافكار كبرت، الطموح صار اعلى، فالان بنصدد صناعه برامج لهؤلاء الاسر. يعني اسره فقيره ما تقدر انها تسوي لها سقف. طيب بعدين لو طاح السقف هذه تظل مكانها. صحيح. لازم احنا نسوي لها برنامج بحيث انها يكون عندها اكتفاء نفسها، تدعم نفسها، ويكون عندها يعني دخل الاسره وتقدر تغير من وضعها المادي. فصراحة هذه المبادرة هي اللي كان لها أثر قوي. طب كيف كانت هذه المبادرة؟ كيف كانت الخطوات الأولى؟ هل مثلا بتدخلوا على بيت بيت بتشوفوا مثلا مدى احتياج هذه الأسرة، سواء مشتريات، سواء احتياجات معينة، ملابس، ترميم المنزل؟ احنا غالبا يعني احتياجات الأساسية، المركز التنمية أعطانا قائمة بالمنازل، بنسق معهم، بنصير نزور البيت نشوف ايش يحتاج. بعض البيوت تحتاج سقف، سقف ما فيه، بيناموا في الأرض. يعني أبواب ما فيه، ثلاجة مثلا، أفران، مكيفات، فرش، بويا، الكهرباء مثلا. فبتدونوا أنتم احتياجاتهم، احتياجات هذه، يطلع قسم المشتريات إلى الأماكن. إلى الآن صراحة ما جانا دعم كثرة الشركات. دعم مادي معنوي، معنوي. طب بالنسبة للدعم المادي هو المعنوي نقدي. بالتأكيد ليس نقدي، أي أتكلم المادي ليس النقدي. أيوة. لكن المادي من مكيفات مثلا، أجهزة إلكترونية، بويا، يعني كهربائية، هذا اللي أقصد فيه. يعني من خلال برنامج حياتنا ودك توجه رسالة بالتأكيد لمثل هذه الشركات لدعم هذه المبادرة الإنسانية الجميلة. يعني مثل ما تفضلت دحين أنه بتحتاجوا مكيف، تلفزيون. طبعا احنا نتمنى أن نتعاون مع شركات الأجهزة الكهربائية، شركات البويا، يعني المفارش. اتمنى ان يكون في شراكه استراتيجيه بيننا وبينهم، بحيث ان نغطي الحي كامل. الان لما انت تصنع برنامج في الحي، تبى تعطيني انا برنامج، انت اعطني الاساس اول شيء، لبسني ثوبي ثم اعطني الدوره التطويريه مثلا. عرفت الفكره هنا؟ أيوه. فلما ننزل الحي نعطيهم برامج، يقول لك يا اخي انا ما عندي سقف اصلا،
يا اخي اعطني لقمه اكلها، لقمه نظيفه، اعطني فراش نظيف انام عليه. ثم ذاك الوقت بعدين فكر كيف تسوي برامج وكيف تطلعني من الحي اللي انا فيه والمكان اللي انا فيه واصير شخص منتج في المجتمع. فبكل تاكيد ان حي الفيصليه او غيره من الاحياء لما تصير احياء منتجه فهذا عائد على البلد بشكل عام. صحيح مو اكيد الفرد يعني أكيد. تصور ان الكل متطوع الشركات والافراد بيكون في محتاجين في البلد؟ ما راح يكون في محتاجين اصلا، ما راح نلقى اصلا الناس يحتاجون الى معلومه. لازم نكون يد واحده طبعا من جد لدعم مثلا مو فقط حي الفيصليه طبعاً. وكثير من الاحياء ايضا للعوائل يعني المحتاجه. سويت نتكلم في السناب احيانا عن المبادره، كثير من الاخوان جالس يتواصل معي ان تعالون الحي الفلاني الحي الفلاني الحي الفلاني، قلنا خلينا نخلص من حي الفيصليه ونحاول ان نسوي شراكات حي الفيصليه ثم نبدا الانتقال في الاحياء الاخرى. نامل صراحه من الشركات باذن الرحمن انهم باذن الرحمن تكون رسالتك وصلت. وجه دحين رساله وكلمه اخيره من خلال البرنامج وهذه الكاميرا استاذ مقبول تفضل. اول شيء انا اقدم كل شكري وتقديري لاعضاء متطوعي قصه نجاح لولا الله سبحانه وتعالى ثم فضل هذا الاعضاء ما كنت انا جالس هنا، والله يرفع قدرهم حطوني انا مستشار الفريق وانا اصغرهم صراحه قدرا وعلما. فاذا كان في شكر فهو الفريق قصه نجاح والاعضاء قصه نجاح والاعضاء عمل فريق مبادره. ايضا اشكر احفاد الامير تركي بن عبد العزيز رحمه الله وجعله في موازين حسناتهم، اناشد الشركات المؤسسات المانحه الشركات المساهمه بالالتفات وبالدعم ومطلبته من وزارة العمل فتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المجتمع في شركاتها. احنا جاهزين ما عندنا اي اشكالية، شفافين تماما، كل الشروط بالنسبة للدعم مجابة، ما عندنا اي التزامات بالنسبة لهم، كل الشروط احنا موافقين عليها لان احنا ما نبغى مصلحة لانفسنا، احنا نبغى مصلحة للاخرين. ففريق استرجاح يعني جاهز وفريق كامل وفريق عمل من جميع الإمكانيات والمهارات موجودة فيه، وننتظر إن شاء الله تواصلوا معنا بإذن الله. الله يعطيكم ألف عافية، أتمنى لكم كل التوفيق أستاذ مقبول تحديدا في مبادرة عمارة، يعني من جد مبادرة إنسانية أكثر من رائعة، أنه أنتم بتشوفوا احتياجات الأسر الفقيرة اللي محتاجة مثل ما تفضلت حتى ترميم المنازل. شكرا جزيلا لك، شكرا على حضورك. ترى أنتم شباب الوطن، شباب فيكم خير والله العظيم، يعني حنا فخورين فيكم فعلا، بنرفع راسنا فيكم، يعني مصدر فخر واعتزاز للمملكة بشكل عام. الله يرفع قدرك أستاذ مجدين، شكرا لك، شكرا لبرنامج حياتنا ويعطيكم العافية. الله يسعدك أستاذ مقبول. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم، ومن قصة أو فريق قصة نجاح تطوعي إلى مدى أهمية العلاج الطبيعي، ولكن بعد هذا الفاصل.